ركنية لصالح المنتخب البحريني. حسين سلمان الركنية والهدف الرابع. صالح فرحان، صالح فرحان فرحان، وله الحق ان يكون فرحان، جايب الهدف الرابع بضربة رأس، بيلعب في نص الملعب، له هدف في كأس الخليج الأخيرة في مرمى المنتخب الإماراتي بتصويبة من أقوى ما يمكن، انطلق المرة دي بضربة رأس برضو بدون رقابة. نشوف في الإعادة مش هتلاقي حد ماسكه أو حد قريب منه، بص جاي لوحده، الكل بيتفرج على بعد 5 ياردة لوحده جوه منطقة الجزاء رغم وجود 7 مدافعين باللون الأبيض. شوف يا جماعة، محدش ماسك حد، محدش شايف حد، محدش باصص على حد، كله بيتفرج على الكورة. خطأ مكرر، 4 أهداف في مرمى المنتخب اللبناني. ودي صالح فرحان اللي النهارده بيلعب ليبرو، تقدم في الكرة الثابتة كما تقدم محمود عبد الرزاق في الهدف الثالث، ينجح صالح فرحان.